سوشيال ميديا، مش قصدي كل السوشيال ميديا، المؤذي منها. بقى في شوية ناس كده عمالة بتزقينا على أفكار غريبة مش شبهنا. انتي أحسن انتي لوحدك، بلا رجالة بلا وجع قلب. حرام الست تبقى قاعدة في أمان الله فيها اللي مكفيها. ما هو مفيش بيت من غير مشاكل، تفتح الفيسبوك تشوف فيديو، تفتح تلفزيون تلاقي المذيعة عمالة بتسخن الستات وحصر الرجالة كلهم في أدوار الشر. ستي حرام تسخن هوب تقوم دقة خناقة مع جوزها.